بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تنصيب البرنامج بتاع ال ZIV و CID file سيفر كوم عند الأيقونتين دول، بفتح ال سيفر كوم. طبعا الأول مرة بيفتحش غير بالباسورد اللي هو ZIV و سيفر كوم. بعد ما تسطب البرنامج تفتح IED و Installation. بعدين بعد ما بتجهز صفحة التوصيل دي الكم اللي انت موصل عليها الكابل، هو الكابل بتاع جهاز سيل او بتاع سيمنز، تختار نو باريتي. اوكي. بعدين تعلم على الايقونة اللي انت عدلت فيها كومنيكيت، هيتواصل معك على طول. ده على فكرة ويندوز 64 بت، ويندوز 7، ويندوز 7 64 بت الاوبريتنج سيستم بتاعه، وشغال عليه كويس. بعدين لما بيفتح معاك البرنامج، طبعا لو الكونفيجريشن من عندك بيطلب مش موجود عندك بيطلب ان هو يسيفها، بتفتح السيتنج كده زي ما احنا فاتحين. بعدين تخش على البارامتر بتاع الكوميونيكيشن بروتوكول IEC IP address، وبعمل select من هنا. دي قيمة ال current value لل IED أو للجهاز بتاعنا ZIV. هنا ال IP address زي ما واضح هنا موجود قدامنا. لو عملت accept بقى ترى أغير في النيو value دي، فبعمل accept كده عشان اقدر اغير النيو فاليو لو انا عايز اغيرها كده. مثلا عندي الاي بي ادريس مظبوط، هو الجهاز الاولاني 81، الجهاز الثاني 82، والجهاز الثالث 83. انا فاتح ال سيفر كوم بلس ده علشان الكونفيجريشن، ديت الكونفيجريشن. لو فتحت الكونفيجريشن اللي عملت لها اديت، بقدر من خلالها اخش على اللوجيك، او طبعا اللوجيك ده بيصمم من قبل السبلاير، المفروض ما العبش فيه يعني الا اذا كنت فاهم. وعندي الاوتبوت لوجيك، دي حاجه سهله اقدر كيوزر استخدم الجهاز او اختبره ان انا اقدر العب فيه. عندي الانبوت والاوتبوت والليد انديكيشن، الحاجات اللي بيحتاجها اي مهندس اختبارات ان هو عايز يفعل الانبوت زي ما هو موجود في السكيم، والاوتبوت كذلك والليد انديكيشن. تمام. فلو انا عندي الاوتبوت مثلا عايز اعدله زي ما هو موجود عندي في السكيم، ده الاوتبوت 1، الاوتبوت 2، 3، 4، 5 مثلا. في موجود في السكيم عندي الاوتبوت 5، اوتبوت 5 انا عامله مانوال مود وعامله كوميونيكيشن فيل، هو موجود دلوقتي عندي معمول كوميونيكيشن فيل. طيب هذا اضيف له مانوال مود، فبعلم هنا كده. اول ما بضغط كليك على المربع الفاضي ده، طبعا هي دي عدد الانبوت اور جيت، يعني موجوده هنا اور جيت زي ما واضح على الشاشه، كل الانبوتات دول اور جيت مع بعض يديني الاوتبوت ده، اي حاجه فيها بتشتغل يديني واحد. انا اول واحد مشغول وتاني واحد مشغول في الكوميونيكيشن، تالت واحد نغطي عليه يجيب لي هنا المربع الحور دوت يوزر كونفيجريشن. انا عايز مانوال مود، نفتحها كده نشوف في مانوال مود ولا لا. ممكن تكون ديت الانبوت، طبعا احد الانبوتات لان هو مانوال مود اصلا داخل على الريلي كمانوال. فانا ممكن ابص على الانبوت اشوف المانوال مود داخل عليها انبوت رقم كام. المانوال انبوت رقم 3، انبوت رقم 3، فانا هختار الانبوت رقم 3. تمام، ان شاء الله كده تظبط معايا. ده الانبوت رقم 3 اللي هو بتاع المانوال مود، انا عايز اخلي الاوتبوت يشتغل مع الانبوت
اللي هو المانوال مود. تمام اوكي، يبقى هو لو في حالة المانوال مود الاوتبوت ده هيقفل. تمام، ديجيتال انبوت 3، بعمل اوكي. طيب الاول اتأكد من بقية الاوتبوت. اوكي، اول اوتبوت واحد عندي زي السكيما بيقول اول دي سي ريموت، اوتبوت واحد اول سي ريموت. تمام، اوتبوت اتنين اوفر فولتج. تمام، اوتبوت تلاتة اول سي انبوت للاوت سي. بعد كده اوتبوت اربعة اوت اوف ستيب، اوتبوت تلاتة اوف ستيب باي سيركيوليتنج كارنت. تمام، اوتبوت خمسة لسه عاملينه اللي هو انبوت تلاتة مع الكوميونيكيشن فيل. اوتبوت ستة اندبندنت، سبعة باراليل، تمانية اندر فولتج مع اوت اوف فولتج، تسعة بلوك ماكسيموم كارنت اللي هو اوفر كارنت، عشرة اوت اوف ستيب رايح للانسيتور، واندبندنت تاني رايح للاسكادا، وباراليل رايح للاسكادا اللي هو اوت بوت 12. اوت بوت 11 12. تمام، بعد كده اتاكدت منهم اضغط اوكي وارجع اشوف الليد اللي هي مظبوطه زي ما انا عايز. ليد واحد اتنين واحد بلوك باي ماكسيموم كارنت اوفر فولتج، اوت ستيب هم اربعه اصلا واندر فولتج، وتوتال بلوك انبوت ده اي بلوك بيحصل بينور الليد رقم اربعه. فلو قلت اوكي كده خلاص الجهاز اتبرمج عندي زي ما انا عايزه. طيب بعد ما عملت الكونفيجريشن للانبوت والاوتبوت والليد انديكيشن، بعمل فايل هنا بقى ايه. لازم يكون عندك سي اي دي فايل، اللي هو السي اي دي فايل ده اللي هو كونفيجريشن فايل. كونفيجريشن فايل، فايل سيف كونفيجريشن انتو سي اي دي فايل. هو جهاز غريب شويه، لازم تشيل الكونفيجريشن بتاع السي اي دي ده على الفلاشه وتحط الفلاشه ديت على الريلي نفسه، ما بتبعتش كونفيجريشن زي الريليز الاخرى. فبيكون عندي ملف بالفعل من السبلاير موجود سي اي دي فايل، فانا بخزن عليه التعديلات الجديده. سيف كونفيجريشن انتو سي اي دي فايل. طيب انا عندي سي اي دي فايل هنا بالفعل، فهدور عليه. في هنا قسم سي اي دي فايل، هنا سي اي دي فايل المحطة اللي انا فيها، ده الجهاز الاولاني. بعمل سيف، طبعا هو هيقول لي ده موجود بالفعل، هقول له ماشي غيره. كده هو يخزن سي اي دي فايل اللي انا عدلتها على سي اي دي فايل الموجود. معرفش بقى بيقولك سنكرونايز ولا مش سنكرونايز، مش هتفرق كتير معاك يعني لو عملتها نو او يس. المهم هو كده حفظهم. بعد كده انت بقى عندك الملف فعلا موجود حسب ما انت خزنته، موجود في الملف ده هنا سي اي دي فايل ده. وبعدين في السيتنج سي اي دي فايل 16، هو الملف ده موجود. الملف ده على فكره بتقدر تفتحه بال برنامج اللي هو النوت باد ده، تقدر تفتحه بيه. اعمل اولوز يوز ليه؟ عشان تفتحه وتبقى عارف بسهوله من غير ما تستخدم السيرفر كوم. تقدر تعرف الاي بي ادرس كده من هنا لما تفتحه كده، هو اللي موجود عندك ده، هو ده 81 ده هو اخر الاي بي ادرس اللي بيتغير ما بين جهاز والتاني. الحاجات اللي هنا دي ثابته كده 192 168 1. احنا بنعمل الجهاز الاولاني 81، التاني 82، التالت 83. فتقدر بسهوله تشوفه، لان انت لو بتيجي تحط السي اي دي فايل على فلاشه لازم يكون الاي بي ادرس بتاعك زي اللي هو في الملف السي اي دي فايل زي اللي موجود على الجهاز. طب اللي موجود على الجهاز شفناه لما فتحنا السوفت وير ده، اهو موجود هنا في الكوميونيكيشن، بس كمان فاتح السي اي دي فايل فمش عارف اشوفه. فانا ممكن اخرج من هنا تمام واشوف الكوميونيكيشن من هنا.
اللي هو شفناه قبل كده 81. يبقى بتقارن ملف السي اي دي فايل بتاعك ده الاي بي ادرس بتاعه مع اللي موجود على الجهاز اللي هو ده ببرنامج النوت باد عادي خالص اللي هو ده البرنامج ده بتبقى فاتح انت الجهاز عامل كوميونيكيشن معاه وعملت كولكت وعارف الاي بي ادرس بتاعه. طيب كده انا قدرت اتواصل وقدرت اغير واخد دلوقتي الملف على فلاشة وابعته للجهاز. برضو في نقطة لازم اكون واخد بالي منها ان الفلاشة لازم تكون معمول لها فورمات واحط عليها الملف ده بس، الملف ده بس يبقى هو اللي على الفلاشة، غير كده مش هيقبله. ولازم يكون الاي بي ادرس زي ما هو موجود زي ما هو. في طريقة تانية انك انت تقدر تفتح السي اي دي فايل بالسي اي دي فايل بالزفر كوم سي اي دي فايل اللي هو ده. لما تفتح نفس انت طبعا ده بتسطبه اثناء تنصيب البرنامج، في ثلاث ايقونات، واحدة للسي اي دي فايل، واحدة للسوفت وير للتواصل مع الجهاز لنقل السيتنج، وثالث واحدة للدرايفر او الاجهزة المتاحة في شركة زد اي في دي بتقدمها. فتقدر تفتح ده الزفر سي اي دي فايل وبتعمل فايل اوبن، نفس برضو المحطة بتاعتنا، نفس الملف اللي انا كنت غيرته. حتى ممكن اتأكد هل انا غيرت الحاجات دي ولا لا. بالفعل انا كنت ضفت في الاول دوت رقم 5 حاجة هنا، مش عارف فاليديت ولا مش فاليديت، مش فارقة كتير. بعمل تولز كونفيجريشن بروجرامبل لوجيك، هيقول لي برضه سنكرونايز ولا مش فارقة يعني. لوجيك للاوتبوت، هشوف الاوتبوت رقم 5. انا بالفعل غيرت فيه حاجة، هو الديجيتال انبوت 3، يبقى بالفعل انا كده غيرته. لو تقدر هو فتح لك نفس الصفحة اللي فتحناها من السوفت وير، فهو يعني مديك اوبشن يعني تقدر تفتح سي اي دي فايل او تقدر تفتح تفتح الزيبر كوم وتعدل من الكونفيجريشن نفسها. طبعا انا مش عايز احفظ حاجه، برضه نفس الشيء تحفظ على سي اي دي فايل موجود. طيب في هنا لو فتحنا الزيبر كوم ده فتحنا الكونفيجريشن كده عملت ايديت، فتح لي هنا فايل سيف كونفيجريشن. بقدر احفظها هنا باسم كذا، بس هتبقى صيغة سي اف بي سي اف بي. طيب هل السلايد فايل اللي عندي ده سي اف بي؟ مش موضح هو ايه. انا عايز اشوف لو انا ما عنديش سلايد فايل اقدر اخزنها ولا لا. هنا الامتداد سي اي دي، انا عندي الامتداد اللي هو عامله اسمه السي اف بي، فلازم يكون عندي سي اي دي فايل واخزنه اقول سيف كونفيجن انتو سي اي دي فايل. دي الطريقة اللي اقدر اعمل بيها الكونفيجريشن، وده كل الموضوع. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.